شيء بيزيد، كل شيء بيزيد. كان التروتوار ينقص. صباح النور، اهلا وسهلا من جديد، تحيه متجدده لكل من التحق بنا في الاستماع على موجات راديو كابا فيم. هذه الكابوتشينو 48 دقيقه، مازلنا متواصلين معاكم باش نحكيو ونشوفوا شنو هي البوان شو نتاعنا لليوم. صباح الخير، اهلا وسهلا نزيهه. صباح النور. ساعه البوان شو انا كنت ديجا لانسيتها في على اللول، قلنا اليوم باش نحكيو على الارصفه المحتله. هل التسميه صحيحه ولا مش صحيحه؟ صحيحة طبعا، هي مش محتلة كهوا، ما عادش عندها حتى وجود، ما عادش عندنا في تونس حاجة اسمها رصيف بالكل. القهاوي احتلت الأرصفة، المطاعم، المحلات التجارية، كل شيء. الانتصاب الفوضوي، الانتصاب الفوضوي، كل شيء تلقاه موجود على الرصيف. كان البلاصة اللي يمشي فيها المواطن، كان المواطن ماهوش على الرصيف كما تصور. قاعدين نشوفوا فيها الأرصفة اللي تكاد تكون معدومة اليوم، مش موجودة. هذا يحيلنا حتى على ثقافة أن التونسي اليوم ملك الطريق، ملك الكياس. التونسي يمشي في الكياس وزيد كي يتزمر عليه ولا تلزو يسبك. صحيح، خاطر ما عندوش وين يمشي، خاطر ما عندوش حل. انا ديما نقول نبداو برواحنا، وديما نقول المواطن ما يستناش المسؤول انه هو يتحرك، يتحرك الساعه هو قبل، يغير ثقافته، يغير عقليته، ومن بعد نحكيو على المسؤول. اليوم انا العكس هذا تماما، نقول المواطن اليوم ما عادش عنده حل كان انه هو يمشي في قلب الكياس، زاده مش على شافه نتاع الكياس، في وسط الكياس، على خاطر حتى البلاصه هذيك الصغيره الشافه نتاع الكيس ما عادش موجودة. تلقى الكراهب واقفة في البلايص هذوكم، في الأماكن الغير مخصصة لها، تلقى الرصيف محتل، وين مش يمشي المواطن التونسي؟ فما حاجة أخرى بربي نزيها، أنا صارت لي فيها حادثة لما حالة ولليوم ما زالت موجودة، ومش نبعث فيها حتى النداء، ثماش ما يرحم ربي وينحيوهم غادي. لكن البلايك اللي يحطوا فيهم في الأرصفة ويحطوهم قصار، يعني لا جات لا قصيرة واطية، لا جات أعلى من المواطن. صحيح. بربي فماك البلاكك اللي تشعل هذيك بالليد مزيانه برشا، مكتوب عليها المندوبيه الجهويه للسياحه اللي موجوده في ياسمين الحمامات. انا راسي في لقيتوني مرتين دفوا على بعضهم، على خاطر علاش مش تغزل قدامك، مش تغزل اللوطه، تعثرش في 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 حفره، تعثرش في كعب. انا والله يا محمد في بالي بديت تحكي في الحكايه، في بالي بلاكة معناها نتاع مؤسسه خاصه. لا لا نتاع الدولة. اما هي طلعت الدوله في بعضهم، يعني على خاطر البلايك هذوكم ديما كانوا البلديات يحكيوا على العلامات الاشهريه هذيك الغير قانونيه ودون ترخيص، وما يدفعوش معاليمها للبلديات ولا تحترم الشروط. هذايا ديما نلقاوها موجوده الخطاب هذا، لكن هو يظهر لي حتى الدولة في بعضهم زاد ما مش متفاهمين على البلاكة اللي تحترم الشروط واللي ما تحترمش واللي في موضعها وإلا واللي في التركينة ما تتشافش، والستوب اللي تلقاه مقبل الجهة أخرى معناها موجود، هذا كل موجود. ولكن اليوم حتى إذا كان مش نحكيه وناخذوا المدن الكبرى اللي في ولاية نابل على الأقل، نحكيه على حمامات، نحكيه على نابل سنترفيل، ولا نحكيه حتى على دار شعبان، نحكيه على ابن خلاد، ابن خيار، قربة كل مدن نابل وكل المدن البلايس الكل، خاصة لهنا في كابو. احنا كنا حكينا البارح وقلت البارح كنا نابل راهي فيها بوبيلاسيون كبيرة، فيها عدد سيارات مهول، فيها زوار نابل، فيها السياحة يتضاعف يمكن حتى في فوا 3 وفوا 4. اليوم الأرصفة هذه المحتلة من قبل أصحاب المحلات التجارية، وأيضا زاد اللي زاد عليهم الظاهرة اللي من 2011 لليوم ما نجمناش نقضيو عليها، وكأني بها ما عادش ظاهرة، مش مولي نحكيو على حاجة مترسخة في عقلية التونسي، اللي هي الانتصاب الفوضوي، اللي هو ولا كما قلت انت عقيده، ولا موجود في كل مكان، ما فماش حتى بلاصه تقول مستثنيه من الانتصاب الفوضوي هذايا. اللي احتلت الارصفه هي بدورها طرف الرصيف اللي قعدت للمواطن من القهاوي والمطاعم والمحلات التجاريه، خذاوهم الانتصاب الفوضوي. اليوم كل شوارع مدينة نابل والشوارع التونسية والشوارع اللي تشهد اكتظاظ في فترة الصيف، خلينا نحكيو على ولاية نابل، الحمامات، نابل، قربة، قليبيا، البلايص هذوما اللي يشهدوا اكتظاظ ويشهدوا عدد كبير من زوار المدينة هذه والولاية هذية، المواطن فيها والمترجل غير قادر انه هو يمشي على التروتوار، ما عادش فما تروتوار تقريبا تماما. انا عدم تفكر
التروتوار فكوه بصفة غريبة. كما قلت قبيل اليوم باش نقول وينهم البلديات، فما قانون نورمالمون يطبق في الشأن هذا، وفما ظاهرة أخرى زادة محمد يلزمنا نشيروا لها، هي ظاهرة أنه فما فرق مراقبة تابعة البلدية وإلا تابعة إدارة التجارة وإلا أي سلطة من السلطات تجي تطبق القانون وترفع هك الانتصاب الفوضوي وإلا ترفع استغلال الرصيف مخالفات لقهاوي وإلى لمطاعم ومحلات تجارية معينة، في حين أنه فما في نفس البلاصة هذيك بجنبها وإلا مقابلها محل تجاري آخر أو قهوة أخرى تلقاها مستغلة الرصيف وما يرفعوا لهش مخالفة كأنهم ما راوهش. احنا مانيش نعمموا، لكن فما أنا فما مرة شفتها بعيني معني الظاهرة هذه حاجة غريبة جدا. هما زوز مخالفين يطبق القانون على الطرفين، معناها واحد يجي على العين تشوف والاخر يجي على العين ما تشوفش. اي ولا هكاك، ما هذيك هو احنا ثقافه التونسي بتاع عين تشوف عين ما تشوفش. احنا ماذا بينا العينين الكل تشوف، واليوم عندنا العين الثالثه اللي هي عين المواطن التونسي، زاد ما يلزموش يخاف وما يلزموش يحشم ويلزمو يطالب، زاد هو يطالب لانه حقه، زاد هو عنده كلمته تاع الرصيف الحق نتاعو باش يتنقل فيه يمشي فيه. وحتى كان ثم ارصفه يعني اللي فيها امكانيه تراخيص استغلال الرصيف تكون بمقابل، للاسف اليوم البلديات حتى ولو بمقابل ما تستغلش الرصيف الكل، فما مسافه يلزمها تقعد للمترجل يعني يبدا كي تبدا بالقانون. يعني البلديات ديما تخلي ثم ساعات تلقاوك الارصفه الكبيره نتاع 3 متر ولا اكثر يخليه المتر نتاع المترجل ما يتمسش، ما يلزموش يتمس، ويكري له متر ولا زوز اللي هما يكري له متر ولا زوز تلقاه وصل للكهيس. هذا اذا كان السيد مشى وخدم بالقانون. هذا احنا اذا كان باش نحكيو على الناس اللي عنده متر ولا زوز وزاد قدم، يمكن ياسر نقول اهون برشا من اللي محتل الرصيف بدون اي مقابل. والبلديات اليوم اللي تحكي على الموارد الماليه الصعيبه وتحكي انه ما فماش فلوس، هاي فلوسكم على الارصفه، وهاو المواطنين اليوم وشوفوا عدد الحوادث اللي قاعده تصير في الطرقات نتاعنا. زاده محمد تقول انه عدد كبير من الوفيات والا الاصابات اللي يتم تسجيلها في حوادث المرور هي لمترجلين. معناها المترجل ما باعتبار انه ما عندوش الرصيف، الحق نتاع الرصيف سيء انعدم في كل مدن تونس تقريبا، تلقاه يمشي في الكياس فيتعرض لحوادث المرور وتلقاه ضحيه حادث مرور نتاع يموت والا يصاب والا غيره. علاش ما نراوش هالارقام هذه ندرسوها ونعطيو حلول لها؟ والحل سهل كما قلت انت، اول حاجه البلديه يكون عندها موارد اضافيه من كراء الارصفه هذه، وثاني حاجه زاده نرجعوا حق المواطن ونطبقوا القانون في اخر المطاف. احنا ديما نديو بان الدوله نتاعنا تكون دوله قانون، وانه كل واحد يحترم القانون، كل شخص من موقعه يحترم القانون. هذه البوانشو نتاعنا اكيد انتم توا اللي موجودين في التاكسي الجماعي والا في التاكسي والا اللي قاعدين تشربوا في قهوه، اكيد راكم في نفس الموضوع قاعدين تتناقشوا. فعلا الارصفه المحتله اليوم موضوع لازم يتحكى فيه كل يوم كل يوم، لعل البلديات تتحرك وتنصف المترجلين، وخاصه توا ولادنا مش يرجعوا يقراوا، الصغيرات مش يولوا يرجعوا يقراوا، هاك الارصفه هذيك مش تولي عليها برشا تلامذة تمشي وتجي، وهاك الخطوط البيضاء بربي اللي تعملها من التجهيز هذوك نتاع الممرات ولا الممرات نتاع المترجلين يجب احترامها. لازم زاد يكونوا واضحين وظاهرين بالقدا باش نتجنبوا الحوادث، خاصه توا اذا كان مش يرجعوا صغار يقراوا، هاك اللي دودان مخفضات السرعه اللي تحطوا في وسط البلاد. وبربي نداء لوسائل او مصالح التجهيز، كي تعملوا مخفض سرعه حطوا له البلايك نتاعو سلو لنورم، راهو مش معقول اليوم تتعدى ما فما شيء غدوه تلقى روحك يعني فوق دودان، ما فما حتى ايحاء وما فما حتى اشاره اللي مش يعرضك مخفض سرعه. احنا نخليو لكم ارقام الهاتف اللي كنت حكيت عليها، ارقام الهاتف الجديده نتاعنا في راديو كابا فين باش تتفاعلوا معنا، تطلبون على 31 379 566، 31 379 567. هذوما زوج ارقام موجودين على اسفل الشاشه، تنجموا تتصلوا بينا تتواصلوا معنا وتتفاعلوا وتعطيوا ارائكم وتطرحوا حتى، والمجال مفتوح ليهم اكيد، تطرحوا حتى دي بوان شو زادة اللي تشوفوها انتم اكثر منا، خاطر الحقيقه عديد النقاط الساخنه اللي لازمنا نحكيوا فيها في البلاد هذه، على الاقل نطرحوها لعل
تلقى تجاوب او تفاعل من عند المسؤولين وقت اللي يقع هكا الضغط نتاع المواطن. صحيح. هذا الضغط نحبوه، الضغط الشعبي، الضغط والايجابي من اجل اللي من وراه مصلحه واللي من وراه اعلاء سلطه القانون في البلاد هذه. مش معقول المواطن اللي نعملوا له دستور ب 200 نائب اليوم باش نوصلوا نعجزوا بكافه وسائل الدولة على تطبيق هالقانون هذايا لإنصاف المواطن التونسي، والقانون أنفا تعمل باش يحمي المواطن ويعرفه بحقوقه وواجباته. هذه حقوق المواطن التونسي، واجباته تقريبا يعرفها. وقت اللي يخل المواطن بواجباته احنا دورنا التوعوي نرجعوه للثنية الصحيح. صحيح. والاستهتار بأرواح الناس راهو ما عادش معقول وما عادش مقبول. زادة اليوم المطروح انه الأرصفة هذه ترجع للمواطنين لأنه حق من حقوقهم، خاطر كما قلت انت قادمين على عودة مدرسية ويلزم نوفروا هالحق هذايا من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين ومن أجل أعلاء زيادة سلطة القانون. أكيد جدا. نختم فقط بكلمة واحدة، كما نجريو اليوم نحب نسترد حقوق الدولة وحق الشعب التونسي في الأراضي الدولية، نحب زيادة حق الشعب التونسي في الأرصفة يرجع له الحق نتاعو في الممر الآمن، الممر الآمن للمواطن التونسي. شكرا لك نزيهة نصري، في انتظار بوان شو أخرى غدوة إن شاء الله. أكيد مش تكون زادة من نبض الشارع ومن قلب الشارع التونسي. احنا مازلنا متواصلين معاكم التسعة غير درجين، عاود نفكركم بأرقام الهاتف 31 379 566 نجم تواصلوا معنا اتصلوا بينا، وإلا تبعثونا مساجاتكم على الباش فيسبوك راديو كابا فيهم، غادي وين تلقاو الفيديو اللايف بتاعنا وكافة أخبار راديو كابا فيهم. احنا مازلنا متواصلين، نخرجوكم فاصل قصير وهنا راجعين.